أهلا مشاهدينا من جديد. الآن مشاهدينا أكيد متابعين لكن مع جولة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا انستغرام. حسابنا الانستغرام لليوم هو للطفل نايف بن زايد بن حيت واللي ورث من والده الشاعر بن حيت لذة الحديث ولباقة النقاش وصار واحد من مشاهير الانستغرام مع متابعين تجاوزوا 400,000 شخص. نتابع مشاهدينا. الله أبرجي هليتا حزن وبكيت يا رجاء عمره يبي تنخرج. ما شاء الله عليه مشاهدينا، فعلا يعني حضوره جميل جدا وصراحه يعني نحيي طبعا الشاعر بن حيت او اي شخص يكون عنده طفل موهوب وانه طبعا يشجع هذه الموهبه مثل ما ذكرنا تبارك الرحمن 400,000 متابع واكثر، وان شاء الله هذه الموهبه تتطور يكون شاعر طبعا عظيم اكيد نفتخر فيه. مشاهدينا الان لنا تقرير مع خطوه قبل التوظيف، طبعا هذا الموضوع تكلمنا عنه مشاهدينا خلال هذا الاسبوع وعن اهميته في توظيف عدد كبير من السيدات، تقريبا 12,000 سيده استفادوا من مثل هذه المبادرات والخطوات. مشاهدينا طبعا هذا كان برعاية من جلوورك وخلنا نتابع التفاصيل في التقرير التالي. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أقيم بالعاصمة الرياض ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 8 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. طبعا هي هدف المعرض سد الفجوة بين قطاع التعليم والقطاع الخاص، ربط الباحثات عن عمل مع شركات في القطاع الخاص، ومنها من إبراز الوعي عن الفرص الوظيفية اللي موجودة في القطاع الخاص وربطهم مع الشركات في مؤتمر حديث وفريد من نوعه. احنا لحد الآن مسجلين في المعرض 18,000 سيدة على أساس أنه يحضروا ابتداء من اليوم الساعة 5، وهذا يبين أنه في وعي أكثر عن المعرض وأهميته. السنة الماضية الحضور كان 17,000 على مدار اليومين، السنة هذه في 3 أيام في مدينة الرياض، والفرق بين السنة الماضية والسنة هذه أنه عندنا في مدينة جدة ومدينة الدمام أيضا خلال شهر 4 سيقام نفس المعرض ونفس المؤتمر إن شاء الله. الحمد لله يعني بالسنتين الأخيرات احنا أقول لك من أول سنة يعني كنا نتوقع مثلا، كان التخطيط لما أخذنا قاعة فندق أتذكر بأول سنة كان الفندق صغير، احنا كنا مخططين عدد كحد أقصى 4,000، حضر عندنا تقريبا ضعف العدد، السنة الثانية ضعف العدد، السنة هذه إن شاء الله نتوقع ما لا يقل عن 30,000 بالثلاث مدن، وهذا رقم كبير جدا لأنه يتجمعوا السعوديات كخريجات وطالبات عمل في مكان واحد في وجود كثير من الشركات العالمية والمحلية. خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي شهدت عقد دورات الملتقى نما قطاع السياحة والتراث الوطني بشكل سريع وشمل صدور أنظمة جديدة تهدف لتشجيع السياحة والتراث الوطني. طبعا الحمد لله معرض هذا العام يأتي أيضا يعني مكملا لمعارض السنتين السابقة، ولكن يأتي بحلة جديدة وبحجم أكبر وبعدد مشاركين أكبر وفي مكان أوسع وأجمل وبعدد حضور أكبر وبأيضا رعاية كريمة جدا من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز طال الله في عمره، وهذا معناه أن هناك ثقة كبيرة في قيادة هذا الوطن في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية وفي أيضا شركاء صندوق تنمية الموارد البشرية ومن ضمنهم شركة جلوورك التي تقوم بتنظيم هذا المعرض. هذا المعرض
الحقيقة يعني النتائج كانت واضحة جدا لنا العام الماضي والعام الذي قبله. طلب صندوق تنمية الموارد البشرية من شريكهم جلوورك أن يتوسع بعد منطقة الرياض، سيذهب هذا المعرض إلى منطقة الشرقية ثم إلى المنطقة الغربية أيضا لأول مرة في تاريخ هذا المعرض، وبعد ذلك نتوقع أيضا أن تشمل جولته مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. فيه إقبال كبير، وأثبتت هذه المعارض نجاحها لا سيما أنها تقام في جميع مناطق المملكة، وأثبتت للشركات كافة يعني نجاحها، واستفادت الشركات منها باستقطاب عدد كبير من السيدات والشباب. يتميز ملتقى السفر والاستثمار هذا العام ببرنامج علمي يتضمن مؤتمرات وفعاليات صباحية، إذ يهتم الملتقى في دورته الحالية بتنمية وتسليط الضوء على السياحة الداخلية في المملكة، مستنداً إلى تكامل الأدوار ما بين القطاعين العام والخاص في دعم وتحفيز وتنمية السياحة الداخلية والاستثمار السياحي. إذا مشاهدينا، مثل ما ذكرنا طبعا مثل هذه المعارض تشجع السيدات أهلهم لدخول سوق العمل تحديدا، إن يعني تكلمنا هذا الأسبوع عن الموضوع إن خلال المعرض كان في فرص وظيفية متاحة، كان في مقابلات مباشرة تصير طبعا مع سيدات وفتيات مع من قبل شركات أو بنوك مثل ما شفنا مهتمين في توظيف المرأة، وأكيد أكثر من 12 ألف سيدة استفادوا من هذا المعرض. مشاهدينا، إلى موضوع آخر طبعا مشاهدينا، يوم الثلاثاء الماضي انطلق معرض الفهد روح القيادة، واللي طبعا كان من خلاله في أكثر من 1000 صورة معظمها صور حصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله. ومشاهدينا طبعا هذا المعرض كان بحضور من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. مشاهدينا مثل ما ذكرنا كان في صور نادرة جدا لخادم الحرمين الشريفين مع مسيرة امتدت لأكثر من 25 سنة، وكان مشاهدينا في أكثر من وقفة ملفتة، ممكن أكثر الصور اللي كان لها إقبال طبعا ومتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل سواء المحلية أو العالمية هي صورة الملك سلمان حفظه الله بعد سنوات من رحيل الفقيد الملك فهد، لكن كان متأثر جدا ربي يحفظه بطبعا هذه الذكرى العزيزة، ذكرى أخوه وشقيقة طبعا خادم الحرمين الشريفين. مشاهدينا طبعا كان في خلال هذا المعرض اللي هو مستمر لمدة 14 يوم، انطلق الثلاثاء الماضي مثل ما ذكرت مدة 14 يوم صور، إضافة إلى طبعا مسابقة استضفنا ضيفنا هنا الأستاذ سلطان البازع وتكلم طبعا عن هذا الموضوع لمشاركة طبعا الشباب والشابات المسجلين في الجمعية الثقافة والفنون هنا مشاهدينا، إنهم يعرضوا طبعا أفكارهم وأطروحاتهم ورؤياهم لطبعا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله. إذا مشاهدينا كان في متابعة كبيرة وإقبال كبير، من بينها طبعا إن كان في صورة لرخصة الملك فهد رحمه الله، رخصة القيادة، معظمنا مشاهدينا ما يعرف إن حتى الملوك لهم رخص قيادة كانت طبعا صادرة من هنا من الرياض، هذه الصورة كان لها إقبال كبير جدا، إضافة إلى الكثير من الوقفات والصور المؤثرة للملك فهد مع العديد من الشخصيات. إذن مشاهدينا معنا عبر الهاتف الأستاذ، أتأكد من اسم الضيف، الأستاذ همام، الاتصال جاهز. يفترض مشاهدينا يكون معنا ضيف يتحدث طبعا أكثر عن هذا المعرض من أهل الحدث. مساء الخير أستاذ همام. طب مشاهدينا إذا ليجهز الاتصال، مثل ما ذكرنا المعرض مستمر لمدة 14 يوم، كان فيه الكثير من الوقفات الجميلة والمؤثرة مشاهدينا اللي تكلمت عن خادم الحرمين الشريفين، هو طبعا مسيرة عطاء كبيرة، لكن مشاهدينا هذه اللفتات جميلة جدا، إن مثل ما تكلم ضيفنا من خلال هذا الأسبوع، جميل إن الجيل اللي ما عاصر مثلا الملك فهد رحمه الله إنه يتذكر أو على الأقل يتخيل من خلال الصورة أو غيرها طبعا عن طبعا تصورهم لهذه الحقبة الزمنية. لكن مشاهدينا خلنا ننتقل إلى المعرض مباشرة وناخذ طبعا من خلال ضيفنا فكرة عن المعرض من أرض الحدث. إليك. ننتقل الآن لأحد أقسام المعرض اليوم هنا في نحن في قسم الفهد من الداخل، هذا القسم الذي يتحدث عن صور نادرة وربما بعضها لم تظهر إلا لأول مرة هنا في معرض الفهد روح القيادة، صور تتحدث عن حياة الملك فهد رحمه الله في محطات مختلفة، ومع صور من أخوانه وبعض الشخصيات العالمية أيضا. اليوم الحضور في المعرض طبعا حتى الساعة
الرابعة كان قرابة أكثر من 520 زائر، أتوقع الآن أكثر في ازدياد بشكل أكبر في هذه اللحظات، مع أيضا ازديان أجواء الرياض قليلا عن ما كانت بالأمس. المعرض طبعا ضخم جدا، أكثر من 12 جناح داخل معرض الفهد روح القيادة بتتحدث. والميزة في هذا المعرض اليوم أننا أمام شاشات وأمام أنظمة تفاعلية مختلفة، فالشباب يتفاعل مع جميع الأنظمة باستطاعته الدخول إلى أي جناح، اختيار العنصر الذي يريد أن يراه قراءة أو سماعا، جميع هذه العناصر هي متوفرة لزوار معرض روح القيادة. الجميل أنهم يشعرون بهذه اللحظة التاريخية من خلال جميع العوامل الفنية والبصرية، مثل الإضاءة، الألوان، الأصوات، جميعها تشعر الزائر بوقار المكان وباحترامه، وأنه ضمن معرض ملكي نوعي ليس كأي معرض آخر. كذلك يختتم الزيارة بمشاهدة ما هي المؤسسات الخيرية التي جاءت امتدادا بعد حياة الفهد، مثل مؤسسة محمد بن فهد الإنسانية، وكذلك مؤسسة الأمير سعود بن فهد الخيرية، وكذلك مؤسسة الوالدة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد زوجة الملك فهد رحمه الله، هذه المؤسسات الخيرية وماذا تقدمه للمجتمع. كذلك يختتم الزائر بمعرض فني المسابقة التي قامتها الجمعية السعودية للثقافة والفنون، كما لا ينسى أبناء الفهد تقديم هدية تذكارية لكل زائر يزور معرض الفهد روح القيادة. إذن الزميل أو الأستاذ همام الجريد، أستاذ همام الجريد عضو لجنة تنفيذية للمعرض وندوات تاريخ الملك فهد، شكرا جزيلا لك طبعا على هذه المعلومات. إذا مشاهدينا مثل ما تابعنا، وإن شاء الله الكل مشاهدينا يزور هذا المعرض، تحديدا الأجيال اللي ما عاصرت خادم الحرمين الشريفين الملك فهد. ومشاهدينا طبعا هذه المعارض إذا أقيمت في المملكة فهي عبارة عن رسالة حب وتقدير وتأكيد على أخوة وترابط طبعا هذه العائلة، الحاكم ربي يحفظها للجميع. ومشاهدينا يعني 23 سنة مرت طبعا من حكم الملك فهد رحمه الله، مثل ما ذكرنا كان في مقتنيات خاصة جدا ممكن أكثرها تأثيرا أو كانت غريبة على طبعا جيل الشباب وعلى معظم المشاهدين، إن ما كان معروف إن في رخص قيادة خاصة طبعا بالملوك، لكن مثل ما شفنا رخصة القيادة الخاصة بالملك فهد. مشاهدينا أيضا كان في هوايات خاصة للملك فهد رحمه الله، من بينها مثلا كان حبه للصيد، إضافة لأن كان في مزاجلات شعرية ما بينه وما بين طبعا عدد من الشخصيات، فكانت جميلة جدا. مشاهدينا مثل ما ذكرنا المعرض مستمر 14 يوم، فيا ليت طبعا انكم تزوروا. مشاهدينا فقرات نفسية ذاتي مستمرة لكن بعد الفاصل. انت متفوقة معها والطموحة معها، انت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة في سيدتي بعد الفاصل. المملكة تحتفي باليوم العالمي للتوحد،